مستمرين باوتو فوكس مع يونيتي موتور كومباني وكلاء ام جي بلبنان. عم ندور طيارات كامله للشركه، طيارات كلها موجوده طبعا بالسوق اللبناني اليوم من بين الزد اس لوكسري. لكن قبل بدنا نرحب بجنان خوري اللي هي براند ريبريزنتيف للشركه. جنان اهلا وسهلا فيك، عم نستفيد من وجودك معنا لناخذ معلومات اكثر عن كل طيارات ام جي واليوم خاصه الزد اس اللي تعتبر سياره كروس اوفر شبابيه لليونج جنريشن وباللون الاسود لبقلها كثير. بس قبل بدنا نحكي شوي عن ام جي بي بشكل عام والشركه البريطانيه الصينيه. مزبوط، مقر ام جي بي بريطانيا كل الريسيرش اند ديفلوبمنت بينعمل ببريطانيا، ولكن السيارات بيتصنعوا بالصين باكبر شركه صينيه لانتاج السيارات اللي هي سايك. سايك مش بس بتصنع سيارات ام جي، بتصنع كل سيارات في دبليو جنرال موتورز للسوق الصيني. عم نحكي 6 مليون سياره بالسنه، رقم كبير، 115 بليون دولار تيرن اوفر. عم بعطيك كل الارقام بس تتعرف مين بيصنع سيارات ام جي اكثر اليوم للمشاهدين. صحيح، بشركه ام جي بشكل عام وسايك موتورز. سياره حلوه معنا اليوم زد اس، مثل ما ذكرنا يعني اكثر رايحه للشباب، سياره كروس اوفر كومباكت كثير حلوه مع ديزاين كثير ملفت، خاصه المفلرز من ورا اللي جايين مع السياره باللون السيلفر او الكروم، وعنا كمان الروف ريز على السقف، مصابيح كمان ملفتة جدا داخلة على الجوانب. هلأ كنا على ناحية الخلفية، حتى الأنتين عم يجي شارك. مزبوط، شارك أنتينا، منشوف الرير سبويلر وكمان فيها ريفيو كاميرا مع سانسورز. 17 إنش الألوي ويلز الجانب السيارة. مزبوط، اما بالمنطقه الاماميه الاضويه هن فولاد ومع ديتاين رانينج لايتس وفيها هيك كريستال ريفلكشن كثير حلوين. بكل حال عم نوصل اكثر عن الاماميه، عم نشوف اشارات بالمرايه كمان. صحيح. على جوانب السياره حتى طبشات الكروم داخلين على البواب من تحت. نعم. والمصابيح كمان ديزاين حلو، ديزاين مصابيح الام جي هيدا هو الكريستال ريفلكشن كنت عم بحكي عنه، كمان داخلين على الجوانب بشكل رائع. والفرونت جريل اجريسيف اللي بيعطيها طابع هجومي حلو كثير للام جي زد اس لكجري اللي معنا اليوم. رح ننتقل مع جنان للداخل، مثل العاده اكيد في اوبشنز مهمه بدنا ندور عليها من داخل السياره مع جنان. لفتني جنان اول شيء ديزاين المفتاح للسياره، معمول كمان بشكل كثير حلو عصري جدا. داخل كثير اليجنت السياره، تو تون ليذر شيتس، يعني عم تشوف بين اليوم الجراي الفاتح والاسود مع ستيتشينج كمان افري وير، حتى التابلو مطعم بالجلد والسكرين يعني حجمها كمان مناسب جدا. مزبوط، هي بيك سكرين، هي 10.1 انش تاتش سكرين وفيها فول كونكتيفيتي اندرويد وابل. الستيرنج ويل هو مالتي فانكشن مع فويس ريكوجنيشن وفول كونكتيفيتي كمان اندرويد دي شيب وابل. كمان دي شيب لطابع رياضي اكثر. حتى الشعار ام جي موجود على مسكة الفيتاس الجلد، الكترونيك باركينج بريك، باركينج بريك، اوتو هولد، يعني البيانو بلاك كمان موجود على الجوانب على الكونسول. وفيها كثير كومبارتمنتس تقدروا تحطوا فيها اغراضكم، كاب هولدرز مثلا. صح، وبتنسق بثلاثه درايفنج مودز يلي هن دايناميك اربن ونورمال. ونورمال، والملفت عندنا فول بانوراميك روف للسياره، يعني كل سقف السياره ازاز طبعا بيتغطى بيفتح مثل ما نحن بدنا. سياره رائعه من الداخل، فيها كثير اوبشنز وكمان عمليه جدا. من الخارج شفنا ديزاين قد ايه حلو. هلا صار وقت نحكي انجن سيفتي ونعرف شو سعر الام جي زد اس لكجري بالسوق اللبناني. متابعين حديثنا عن الام جي زد اس لكجري 2022 طبعا. جنان بدنا نعرف قبل ما نحكي عن السعر، الانجن جي 1 انجن السياره. مزبوط، 1.5 لتر بقوه 118 حصان و180 نيوتن متر تورك. بدي احكي كمان بليز عن السيفتي. سيفتي اهم شيء، عم نحكي اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، واكيد كل الايرباجز. السيارة غير، قبل ما نحكي عن السعر بدنا نحكي اول شيء عن وارنتي اللي هو 6 سنين او 200,000 كيلومتر، وبلس في كل الافتر سيل سيرفيس اللي بتقدمون الشركه. عم نحكي عن 24/7 موبايل جراج بكل الاراضي اللبنانيه، 24/7 هوم سيرفيس وليت نايت سيرفيس. ليت نايت سيرفيس كمان هيدي مهمه كثير، يعني واحد ما بيعتل هم 24/7 انه لا سمح الله شو بصير معه، دائما سيرفيس موجود وجاهز ليلبي. سعرها اليوم للام جي زد اس
اللوكجوري 2022 بكل المواصفات اللي حكينا عنها، مسجله خالصه تحت بيتك ب 18,700 دولار. تمام، سعر منافس صح. جدا مثل ما عم تشوفوا السياره استعرضناها من كل نواحيها، من الخارج من الداخل من سيفتي وانجن و 2022 اكيد عم نحكي موديل. شكرا جنان، اكيد ترجعوا اكثر تفاصيل ليكم تتابعوا على السوشيال ميديا الام جي ان كان انستغرام ولا فيسبوك. انا بشكر كل اللي تابعونا اليوم، لقيكم دائما بحلقات جديده وسيارات جديده على ام تي في. الى اللقاء.